قاتل الشمال الطبطن ودواء وقلوا يعدلهم اسعافات اولية وشوف شوف شاعر احمد زين الله ولا رحمة الله شهيدة استشهد عندهم مدرقة واحدة من الطبيبات خرطوا بلد الطب وحاملة طاح راسها وشقت فرشها وطاح جنينها يعني الرحمة تجي من قلبك حنان يجي من قلبك ما تريد يعني شو نقولها شو نقولكم يعني الواحد النظام الملكي والمغاربة في حياته من هنا يعطيهم من عمره ما تخرجت من النظام الملكي لغاية النظام المغربي من يشوفها يتفي عليها يختار يحب ختمة إسرائيل أن يشوف آية المغرب والنظام المغربي من يشوف عدل النساء شو عدل هل السيدة حاجته الله بشيع 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 ما شاء لها واحد يقول له مسكين يقول له تخلل شوي تخلل براسه ان شاء الله لها مانطة لكن جينا بك ان شاء الله نبغى يصوروها لانه منظر قالوا لا ندخل خلع وتمويبكو تمويبكو ما قدوا يصوروها ما قدوا يصوروها عندنا قالوها جاولة لايات معانا زايد كهلات